اللصب واحدة من المناطق السياحية المهملة في محافظة حضرموت، رغم احتوائها على مياه جارية وعيون ومناظر خلابة، يتوافد إليها الكثير من الناس خاصة في فصل الصيف الحار. في أحد أرياف مدينة المقلا منطقة اسمها اللصب، وهي منطقة سياحية وتجري فيها السيول وتحتل مكانة ساحرة وسط الوديان والجبال، ويتردد على هذه المنطقة الزوار بشكل ملفت خصوصا بعد موسم الأمطار. جمال الوادي يتمثل في أنه كان ذو خضرة على طوال ضفاف الواديين هذا، واللي هو يعتبر هذا المصب الأخير للواديين اللي هو وادي اللصب، وفي الأخير يروح إلى منطقة سلة. بالنسبة للمياه النابعة من هذا الوادي هي أيضا تغذي آبار ثله المعروفة طبعا، التي هي تعتبر من المغذيات الرئيسية للمياه لمنطقة لمناطق الساحل وبالذات منطقة المكلا. المنطقة تعتبر زراعية بامتياز، ولكن الزراعة فيها تعرضت للضرر خصوصا زراعة النخيل، ولهذا لا يوجد أي اهتمام بهذا الشأن، الأمر الذي جعل الزوار يستاءون من الإهمال لهذه المنطقة السياحية. هذه المنطقة تعتبر منطقة يسمونها منطقة لصب، تابعة لمنطقة الحرسيات ذات الوادي. هذا الماء يسمونه ما يخرج من الجبل، من صم الجبل، عيون مركزه وما عذب ما نظيف. ونحن صراحه نتمنى من الجهات العليا من السلطه المحليه ان توليه كامل الاهتمام، لان هذا الماء يروح هدر، يروح ساني للبحر، فالناس ما تستفيد منه ولا زراعه تستفيد منه. يريد ان تهتم السلطه المحليه بهذا المكان ليكون قبله للسياحه، قبله للمتنفسين. برضه كمان الثروه المائيه الموجوده في ريفها لابد ان يشتغل استغلال جيدا. خروجنا اليوم للتنزه في اطار موسم الامطار التي تحدث غالبا في هذه الفتره وفي فترات متقطعه، بالذات في هذا الوادي اللي يقولون عليه وادي حمم او وادي عوي، والمنطقه اللي احنا جالسين فيها طبعا يقولون لها منطقه اللصب. الكثير من أبناء حضرموت يفضلون هذه المنطقة لبعدها عن ضجيج المدينة، ويعتبرونها متنفسا سياحيا هاما، ولذا طالب الجميع السلطات المعنية بالاهتمام بالمكان والمنطقة.